السلام عليكم مشاهدينا الكرام طابت اوقاتكم بكل خير نشرة الظهيرة من الاولى مباشره وتتابعون فيها المديريه العامه للامن الوطني تقدم حصيلتها السنويه بعد عام من انطلاق العمل بالبرنامج المرحلي من الاستراتيجيه الامنيه برسم 2022 2026 وضمن النشره نتعرف على الخطوط العريضه لهذه الاستراتيجيه المعرض الدائم للمنتوجات المجالية مشروع تم إحداثه بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية هدفه دعم التعاونيات المحلية والنهوض بأنشطتها وتطوير مجال عملها وضمن النشرة نتعرف على خصوصية هذا المشروع وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والدورة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للنشر والكتاب بفاس تظاهرة ثقافية تحتفي بالكتاب والإبداع الثقافي وتشجع المهن المرتبطة بالكتاب والنشر والفعل القرائي أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام شرعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026 حيث قدمت المديرية حصيلتها السنوية نستعرضها رفقة محمد رضا العبيد الأمن الوطني عمل متواصل يقظة تضحيه وسهر على حمايه الوطن والمواطن مهام نستحضرها ونحن نستعرض اليوم ابرز عناوين الحصيله السنويه لمصالح الامن الوطني اولها تطوير وتجويد الخدمات العمومية. نتحدث عن مواصلة مسار تطوير البنية التحتية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني. سنة 2022 هي أيضاً بعنوان تعميم الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر توظيف آليات معلوماتية طورتها المصالح التقنيه للامن الوطني لتيسير ولوج المواطنين لمختلف الخدمات من قبيل منظومه الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهويه وفضاء الهويه الرقميه نأتي إلى العنوان الثاني المتعلق بمكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن سنة 2022 تميزت بانخفاض مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر بلغة الأرقام سجلت 820,274 قضية زجرية أصفرت عن ضبط وتقديم أزيد من 875 ألف شخص أمام مختلف النيابات العامة اما معدل الزجر فقد حافظ على مستويات قياسيه للسنه السادسه على التوالي اذ ناهز 94.34 في اجمالي القضايا المسجله وحوالي 85.34 في الجرائم العنيفه وهي مؤشرات نوعيه ساهم فيها بشكل اساسي تطوير اليات البحث الجنائي وتكريس الدور المحوري للشرطه العلميه والتقنيه في الابحاث المنجزه والتنسيق المثمر بين مصالح الامن الوطني ومراقبه التراب الوطني، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبه. نبقى في لغه الارقام، بخصوص قضايا المخدرات والمؤثرات العقليه، تمت معالجه 92,713 قضيه. جرائم الابتزاز المعلوماتي 5623 قضية مكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية توقيف 32733 مرشحا وتفكيك 92 شبكة اجرامية مكافحة الارهاب والتطرف والاشادة بالاعمال الارهابية إحالة عشرين شخصا على النيابة العامة المختصة وتفكيك خلايا إرهابية من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سنة 2022 تميزت أيضا باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل ومشاركة فعلية في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف وتتويجا لشهاده الجوده العالميه التي حصلت عليها فروع المختبر الوطني للشرطه العلميه والتقنيه للسنه الخامسه على التوالي واصلت المديريه العامه للامن الوطني الاستثمار في تطوير بنيات واليات الشرطه العلميه والتقنيه ما مكنها من الاسهام في توطيد المحاكمه العادله عبر الارتكاز على الدليل العلمي ولتطلع عناصر شرطه المرور بمهامها في توطيد السلامه المرورية، أتمت مصالح الأمن الوطني تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، فضلاً عن تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستيكية وأخرى للمراقبة الطرقية. عنوان اخر للمديريه العامه للامن الوطني خلال هذه السنه مقاربه تواصليه تعتمد اليات لرصد المحتويات العنيفه المنشوره على الشبكات التواصليه والاخبار الزائفه التي تهدد الشعور العام بالامن اضافه الى تدعيم التواصل الرقمي وتعزيز مبادرات الشرطه المجتمعيه ومبادئ شرطه القرب المجالي المديريه العامه للامن الوطني مضت في نهجها القائم على تدبير الحياه المهنيه لموظفي الشرطه والتكوين والانفتاح على تخصصات وكفاءات اكاديميه جديده لتعزيز جوده الموارد البشريه الشرطيه كما تميزت السنه الجاريه بمواصله تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب جنوب فضلا عن توفير تجربه ميدانيه ونظريه لاطر امنيه من دوله قطر بمناسبه استضافتها لمنافسات كاس العالم الشق الحقوقي يحضر ايضا ضمن رؤيه استراتيجيه للمديريه العامه للامن الوطني تروم تحسين الوظيفه الشرطيه وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي. وفضلا عن الدعم الاجتماعي المقدم لموظفي الشرطه الممارسين والمتقاعدين وذوي حقوقهم والمبادرات الاجتماعيه والصحيه التي يستفيد منها موظفو الامن الوطني تميزت السنه الجاريه بالعمل على ارساء الحكامه في التدبير والتسيير الاداري وعصرنه المرفق العام الشرطي، نتحدث عن هويه بصريه جديده وبناء مقرات امنيه واستكمال ورش رقمنه المرفق العام الشرطي. انجازات تحققت ومشاريع سطرت برسم السنه المقبله. ضمنها: مواصله ورش تحديث وعصرنه بنايات الشرطه وتوجه تدريجي نحو تعميم تجربه الفرق المتنقله لانجاز بطاقه التعريف الوطنيه الالكترونيه وافتتاح مراكز القرب واطلاق ورش رقمنه العمل داخل مصالح الشرطه القضائيه على الصعيد الوطني المديريه العامه للامن الوطني حصيله سنويه ترفع من خلالها شعار توطيد الامن العام والصهري على امن الوطن والمواطن في موضوع آخر وفي إطار برامج فك العزلة عن المناطق القروية تم بإقليم بولمان إعطاء انطلاقة أشغال إعادة تأهيل وتقوية الطريق الإقليمية بالجماعة الترابية كيكو على طول 18 كيلومترا وكذلك تهيئة الطريق بالجماعة الترابية إيتلمان على طول 20 كيلومترا عبر الملوكي وأحمد الفاضلي مشاريع جديدة لفك العزلة عن الساكنة القروية بإقليم بولمان من خلال إطلاق مشروعين يتعلقان بتوسيع وتقوية الطريق الإقليمية بجماعة جيجو على طول 18 كيلومتر وإعادة تأهيل المسلك الطرقي بالجماعة الترابية أيتلمان على طول 20 كيلومتر هذا المشروع تخول تحسين السلامه الطرقيه وتحسين جوده الربط الطرقي بين بين مختلف الدواوير والجماعات اللي في هذه المناطق بالنسبه للتكلفه الماليه بالنسبه للمشروع الاول نتاع توسيع وتقويه الطرق الإقليمي رقم 7250 الغلاف المالي اللي هو 21.2 مليون درهم وبالنسبه للمشروع الثاني اللي من تمويل صندوق التنميه القرويه اللي بالغلاف المالي نتاع اجمالي نتاع 18 مليون درهم إطلاق هذه الأشغال من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة وتحسين البنية التحتية الطرقية بالإقليم الإطلاق اللي أعطناه الطريق هذه اللي فيك العزلة على الطريق ديال أيت ومار أيت المانتي الميرات ومن هنا لقدام ما بقوش نعاونوا من أي مشكلة في الطريق هذا سواء كانت ثلج ولا وكتفكر العزله على مجموعه من الدواوير ومن كتسهل التنقل ديال المجموعه ديال 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 الناس وايضا كتسهل حتى في الاقتصاد ديال 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 البلاد وتندرج هذه المشاريع في اطار الجهود المبذوله لفك العزله عن المناطق الجبليه والقرويه وتحسين الظروف المعيشيه للساكنه وتعميم وروج الخدمات الاساسيه بالمنطقه المعرض الدائم للمنتوجات المجالية فضاء يفتتح بمدينة تارودانت بأهداف تنموية مشروع يساهم في دعم التعاونيات المحلية والنهوض بأنشطتها وتطوير مجال عملها ويدخل في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الحجب تامك ونور الدين سابر على مساحة 1400 متر مربع تم بناء هذا المعرض الدائم للمنتوجات المجالية بمدينة ترودنت معرض يضم أزيد من 50 محلا تجاريا لعدد من التعاونيات الفلاحية المختصة في إنتاج وتثمين مجموعة من المنتوجات الطبيعية والمجالية التي يزخر بها الإقليم بالنسبة لهذا المجمع يعني اعطانا فرصة كمعرض دائم باش نتجو فيه المنتوجات ديالنا المحلية يعني بحال الا خلقتي فرصة العيالات باش يبيعوا المنتوجات ديالهم المحلية يعني اللي كانوا نخاخدوا من الجبل وكان نشتغل عليهم في نفس الوقت عاد كان بيعوهم. بالمجال ديال التسويق يعني هذا المعرض هذا كان نطمحوا وكنتمنوا من الله يعني انه يكون واحد الفرصه بالنسبه للجميع يعني العاملين في القطاع ديال ديال التسويق ديال المنتوجات المجاليه انه يعني يكون واحد بوابه للتسويق واحد واحد القيمه المضافه للتعاونيات التعاونيات وهذا باش باش المنتوج يتعرف ورجع للقيمه ديالو الاصليه وتكون عنده الجوده المعرض اللي تحلينا اليوم كيعطينا فرصه باش نطوروا في المنتج ديالنا ونعرفوا به في السوق وتكون عنده واحد التسويق اللي هي مهمه يعني سواء في داخل الوطن ولا خارج الوطن ونتمنى ان شاء الله هذا المعرض يعطينا واحد قفزه نوعيه في هذا باش يشجع هذا المنتج ويأتي إحداث هذا المعرض في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادفة إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة القروية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. معرض الدائم للمنتجات المجالية المتواجد بمدينة سارودانس والذي تم تمويله في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ يناهز 14 مليون درهم هذا المعرض يتكون من 55 محل يستغل حاليا من جهة من طرف تسع هيئات التي تشرف على دور المنتوجات المجالية ومن جهة ثانية من طرف المصالح الخارجية التي ستعمل على مواكبة هذه الهيئات وعلى غرارها نذكر المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه التي ستعمل على تاطير ومواكبه الهيئات من اجل الرفع من مستوى تسويق منتجاتها. احداث هذا الفضاء الدائم للمنتوجات المجاليه باقليم ترودانت سيشكل فرصه للزوار ولساكنه المدينه للتعرف على ما يزخر به الإقليم من مؤهلات فلاحية وطبيعية متنوعة وفرصة أيضا للعارضين للتعريف وتسويق منتوجاتهم المحلية ونثري الحديث حول اهميه هذا المشروع مع السيد عبد الرحيم بلوقات رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمله اقليم تارودانت اهلا بك سيد بلوقات بدايه ما الاهميه التي يحملها هذا المشروع في ابعاده الاقتصاديه والاجتماعيه تجاه التعاونيات والعاملين بها شكرا سيدتي الفاضلة على الاستضافه مرحب. بسم الله الرحمن الرحيم هذا المشروع من بين الاهداف النبيله ديالو هو انخراط في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الحمد لله انخرطت فيه المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وكذلك استراتيجيه الجيل الاخضر لوزاره الفلاحه من خلال هذا المعرض النموذجي وهذا المشروع الاستراتيجي اللي كيهم تسميل منتوجات المجال اللي كيزخر بها الاقليم ديال بالإضافة إلى منصات متنقلة من خلال اقتناء 19 سيارة لفائدة الهيئات المسيرة لدور المنتوجات التي تم الإنجاز لها في إطار المبادرة بشراكة مع كل من مصالح وزارة الفلاحة وكذلك مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى مديرية الشؤون القروية والجامعة الترابية مع الشراكة كذلك بانخراط الهيئات الشركة هذه الهيئات هذو اللي كيسيروا دور المنتوجات المجاليه من كمثال دار الزعفران اللي دشناها صاحب جلالة سنه 2011 من خلال الحمد لله الحصيله الجد الإيجابية اللي وكذلك الانجاز ديال كل من دار اللوز دار الزعف دار الخروب دار القرقاع دار الزيتون دار الثوم ودار الاعشاب الطبيه نعم ودار أه الارقام نعم هذا المشروع هذا كيندار في اطار الخيارات دي ديال في تحسين الدخل وتتمين سلاسل نعم الانتاج هي مو هي مشاريع عديده نعم اذا هي مشاريع عديدة ما المقاربة المعتمدة اليوم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إحداث مثل هذه المشاريع كما عدتها سابقاً وتطويرها وتوسيع مجال عملها أيضاً؟ القيمه المضافه لهذا المشاريع اللي المبادره هو تحسين دخل المراه القرويه 600 سلاسل الانتاج وكذلك من خلال استغلال هذه المحلات اللي كاينين في المعرض الدائم بصفه دوريه من طرف واحد <الـ>, العدد الهيئات التعاونية والتنظيمات mm -hmm. <سؤال> الفلاحيه من خلال التمثيلات اللي كتمثل اقطاب سيد ديال الاقليم تارودانت وكذلك مدينه تارودانت ومدينه ولاد تيماء من خلال واحد اداء واجب شهري مباشر لكل من الجمعيات اللي كتشتغل في تسير وتدبير م... مؤسسات الرعايه الاجتماعيه اللي هي كل من العصبه المغربيه لحمايه الطفوله وكذلك جمعيه اهلي خير مثال هو المركز المجاور لهذا المعرض الدائم مركز التكوين الحرفي لفائده جمعيه اهلي اللي من خلاله كتقوم بتكوين واحد العدد ديال الشباب شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه من خلال التربيه غير النظاميه والتمكين ديالهم من العدد ديال الشعاب باش يكونوا حامل افكار مشاريع في مجال كل من الخياطه الحلاقه الحلويات والخبازه وكذلك المعلوميات باش يكونوا هاد الشباب حامل افكار مشاريع ويتواصلوا مع منصه الشباب باش يقترحوا المشاريع ديالهم في اطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب هاد كامل كيدخل في اطار الفلسفه والمقاربه اللي كتعتمدها المبادره من خلال التقائيه مع المصالح القطاعيه وكذلك تثمين سلاسل الانتاج اللي الحمد لله كيسخر كيزخر بها الاقليم ديال نعم بالإضافة إلى إن شاء الله الرحمن الرحيم برمجة دور مجالية لسلاة الإنتاج إضافية إن شاء الله أشكرك السيد عبد الرحيم بلوقات رئيس قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم تارودان شكرا لك على هذه المساهمة والآن مع جديد الخبر الدولي الذي نقدمه مختصرا عبر ثلاث محطات تنقلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما خلفته العاصفة الشتوية التي اجتاحت أجزاء كبيرة بالبلاد ثم فرنسا التي تعيش يوم غضب جراء حادث إطلاق النار بباريس أما البداية في من بيت لحم وأجواء انطلاق الاحتفالات بأعياد الميلاد ساكنة عليتو في اجواء بهيجه وتحت شعار روح الميلاد تجمعنا انطلقت الاحتفالات بعيد الميلاد في الاراضي الفلسطينيه وفي بيت لحم التي اكتست حله جديده بالالوان والاضواء والاستعراضات الفنيه في ساحه كنيسه المهد والشوارع المحيطه بها توافد غير مسبوق للزوار والسياح على المدينه بعد جائحه كورونا يوم حزين في فرنسا وردود فعل غاضبه ومندده باطلاق النار الذي استهدف الاكراد بباريس واودى بحياه ثلاثه اشخاص الاوساط السياسيه الفرنسيه وصفت الهجوم بالعنصري والارهابي معبره عن تضامنها مع الضحايا ودويهم والمشتبه به الذي تمت السيطره عليه اكد ان دوافعه عنصريه عاصفة تاريخية هكذا وصفت وكالات الارصاد الجوية الامريكية العاصفة غير المسبوقة التي اجتاحت امريكا الشمالية وحرمت عدة مناطق من الكهرباء وادت في موسم السفر واحتفالات عيد الميلاد الى الغاء الاف الرحلات الجوية واغلاق الطرق وحوادث سقط فيها عدد من القتلى العاصفة النادرة تخللها تساقط كثيف للثلوج وهبات رياح قطبية وانخفاض في درجات الحرارة بلغت 48 تحت الصفر. نعود الآن للخبر الوطني نداء إفران للحوار بين الثقافات والأديان فعالية تلتئم في دورتها الأولى بحضور خبراء وباحثين وممثلي مراكز للدراسات والأبحاث وتهدف المساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش في المجتمع خصوصا في صفوف الأجيال الصاعدة والمتابعة مع عبد الحميد جبران وأحمد الفاضلي إفران للحوار بين الثقافات والأديان في دورته الأولى موعد لترسيخ صورة المملكة كأرض للتعايش والتسامح بين مختلف العقائد والديانات هذا نداء افران لتلاقح الحضارات نداء افران للتعايش بين الاديان وبين الثقافات والحضارات فهو كيعطي كي صوره للمغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس صورة اللي كتقول العالم أنه مغرب سلام مغرب التعايش التظاهرة تسعى لتكريس قيم التسامح والتعايش في صفوف الناشئة حتى تظل هذه القيم راسخة جيلا بعد جيل نداء افران للحوار بين الثقافات والاديان يسعى منظموه ان يصير موعدا سنويا للوقوف عند اهميه قيم التعايش والتسامح في ماضي حاضر ومستقبل هذا الوطن ومن افران ينضم الينا السيد هشام عفيفي لتسليط الضوء اكثر حول هذا الموضوع وهو رئيس الجماعه الترابيه لافران اهلا بك سيدي اذا هذه الدوره تستهدف بالخصوص الناشئه ما اهميتها في تقريب كل هذه القيم لهؤلاء الاطفال الاجيال المقبله <applause> السلام عليكم شكرا على لاستضافه آه. لقاء امس فهو لقاء بالنسبه لنا كمدينه فران فهو لقاء تاريخي يعني إحنا كساكنه المدينه فاحنا تنفتخروا تنهات بعد بهذا اللقاء هذا والموضوع ديالو اللي موضوع مهم فهاد اللقاء كان هو نتيجه وتمرت ديال مجموعه اللقاءات كنا درناهم يعني خلال هذه السنه هذه باش نخرطوا في هذا في برامج التعايش والسلام ف يعني ب فاشتغلنا مع مع عديد مع المنظمات ولكن خصوصا بيت بيت الذاكرة في مدينة الصويرة ومؤسسات والمركز مركز الأبحاث والدراسات حول القانون العبري فاليوم اليوم فاحنا اليوم منخرطين في هذا في هذا المسلسل هذا والحمد لله فاحنا تنطلعوا يعني باش الشباب ديال المدينه وتلاميذ المؤسسات فامس كانوا قدموا لنا عروض ولكن خصوصا دروس في التعايش فكانت مواضيع مهمه آه، غادي تمكن هذا الجيل هذا باش يتشبع وقيم التسامح والتعايش. نعم سيد عفيفي اذا بعد هذه الدوره ما هي برامجكم فيما يخص التي تقترحونها اليوم على الاطفال والشباب لضمان استمراريه التشبع بقيم الحوار والانصات للاخر والتسامح الى غير ذلك. فالحمد لله فاحنا استهل استلمنا التجربه ديال المدن المغربيه اللي كانت سبقتنا في هذا في هذا في المسلسل هذا فكما مدينه الصويره مدينه مراكش فال يعني مع اشتغال يعني مع مع مركز الدراسات والابحاث فاحنا فهي انا واحد مجموعه البرامج خاصة الجيل الجيل المستقبل باش يمكن له يروج هاد رسائل السلام للعالم كله خصوصا وأن المغرب تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة فيعني خدا الرياضة في العالم في موضوع التسامح والتعايش وحوار الأديان والثقافات نعم أشكرك سيدي شام في, في رئيس الجماعة الترابية لإفران أشكرك جزيل الشكر على هذه المساهمة معنا في نشرة الظهيرة الدورة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للنشر والكتاب بفاس تظاهرة ثقافية تتواصل من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج والفقرات التي تحتفي إلى غاية والعشرين من الشهر الجاري بالكتاب والإبداع الثقافي هذه الفعالية ترم أيضا تشجيع الصناعات الثقافية من خلال تشجيع المهن المرتبطة بالكتاب وكذا الناشرين وبائعي الكتب إضافة إلى تشجيع القراءة والفعل القرائي حنا أرسلان وأنوار الغماري المعرض الجهوي للنشر والكتاب بفاس نقطة إشاع ثقافي تستقطب محبي القراءة ومهني النشر والكتاب أروقة متنوعة يتضمنها المعرض لمكتبات ودور نشر وقطاعات ومؤسسات وطنية تعرض آخر إصداراتها هذه فرصة للانفتاح على آه باقي مكونات الزائري المعرض وفرصه لان يطلع الناس على ما اصدره المجلس العلمي المحلي لفاس والمجالس العلمية الجهوية لجهات مكناس فاس حضورنا بهذا المعرض إضافة إلى عرض مجموعة من الإصدارات المغربية ولكتاب الجهة بشكل خاص فنحن ننظم مجموعة من حفلات توقيع في إطار الاحتفاء بالكتاب المغربي وأيضا التعريف بالكتاب المغاربة عندنا بمدينة فاس هنا كتلاحظوا أن الأروقة ماشي من مدينة فاس يعني كاين عندنا كازا الرباط مكناس وكاين ورشات البرنامج ديالنا ان شاء الله غادي يعرف تكريم لبعض الاشخاص عندنا فضاء الطفل برنامج هذه التظاهرات يتضمن انشطه متنوعه للحث على القراءه نحن كجمعيه نحضر من اجل تنشيط ورشات قرائيه لصالح تلاميذ المؤسسه التعليميه الخصوصيه والعموميه والرعايه الاجتماعيه الهدف هو ترسيخ فعل القراءه في المؤسسات التعليميه زوار هذا المعرض سيجدون ما يرضي اذواقهم ويستعدون معه حب تصفح الكتاب الورقي أنا كزائر هنا المعرض الجهوي للكتاب جد مسرور أن يتقام عندنا مثل هذا التظاهرة الثقافية اللي تتقرب جميع الزوار بالكتاب المعرض هو للكتاب والنشر لكن هناك أيضا أنشطة فنية أخرى كفني الخط العربي والعروض الموسيقية التراثية والاستعراضية ولتسليط الضوء أكثر حول أهمية هذه الفعالية الثقافية وأهدافها ينضم إلينا من فاس السيد فؤاد المهداوي المدير الجهوي لقطاع الثقافة بجهة فاس مكناس أهلا بك سيدي كيف يمكن اليوم لهذا المعرض أن يساهم في تشجيع الصناعات الثقافية من خلال تشجيع المهن المرتبطة بالكتاب وكذا الناشرين وبائعي الكتب إضافة إلى تشجيع القراءة أيضا يوم سعيد للجميع وأرحب بكم من فضاء المعرض الجهوي للكتاب والنشر بفاس أكيد أن هذه الدورة الحادية عشرة من المعرض تحمل الجديد بين طياتها وذلك تنفيذ الاستراتيجية استراتيجية الوزارة من خلال تشجيع الفعل القرائي وتشجيع صناعة الثقافية والمهن الكتاب المرتبطة بها من خلال استضافه دور النشر المغربيه من جميع المدن المغربيه اضافه الى الجمعيات المهتمه بالكتاب والمشتغلين بمهن الكتاب عموما اكيد ان النسخه الحادية عشرة من هذا المعرض اضافة الى الاهتمام بالكتاب كانت له اهتمامات اخرى موازية مرتبطة بالمعارض الفنية وكذلك التراثية اضافة الى عدد كبير من الانشطة الموازية <applause> هذا آه المعرض هذه آه السنه يضم آه بين ضفيته يعني 50 50 آه آه عارض آه من مختلف المدن آه ودور النشر المغربيه التي لها اهتمامات آه مختلفه سواء كتب علميه وتراثيه وكتب موجهه للاطفال، يعني حاولنا في هذا المعرض ان آه يشارك معنا آه عارضون الذين يهتمون بفئات عمريه مختلفه انطلاقا من الاطفال باعتبارهم مستقبل البلاد وتشجيعهم على القراءة و يعني تكريس فعل القراءة من خلال الورشات الموازية التي تنظم داخل المعرض نعم إذن أشكرك السيد فؤاد مهداوي المدير الجهوي لقطاع الثقافة بجهة فاس مكناس أشكرك على هذه المساهمة القيمة احتضنت مدينة سلا الحفل الجهوي لتتويج المدارس الإيكولوجية بجهة رباط سلا القنيطرة مناسبة لترسيخ ثقافة نشر التربية البيئية في صفوف الناشئة وتشجيع التميز في مجال العمل الإيكولوجي عبد الحميد جبران وحسن سيلا التربيه على النظافه والمحافظه على البيئه تكتسي اهميه بالغه في تكوين اجيال الغد اجيال واعيه بقيمه البيئه والمنظومات الايكولوجيه وضروره حمايتها من شتى الاخطار والتهديدات يمكن لنا اننا ننجحوا التدبير الجيد للنفايات عبر اننا ناخذ مثلا القنينات البلاستيكيه واننا نعيد نعاودوا نصنعوا منها شي حاجه جديده باش احسن ما ترمى النفايات اننا كنفرزوهم يعني الزجاجيه بو... الزجاجيه بوحدها والبلاستيكيه بوحدها والعضويه بوحدها العضويه باش كنستعملوها في اننا كنعاونوا ب... كنعاودوا بها النباتات يمكن لنا نحافظوا على الطاقة ديالنا. أه، به. أه، الطاقات المتجددة مثل الطاقات الشمسية قيم تسعى المؤسسات التعليمية لترسيخها وتكريسها من خلال شراكة متينة بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة التربية الوطنية شراكة أصفرت عن تتويج المدارس الإيكولوجية بالجهة عبر مختلف المحاور ومختلف الورشات اللي اللي غادي تشوفوا سواء على مستوى التدوير على مستوى الطاقه على مستوى الاهداف 17 للتنميه وعلاقتها وعلاقتها بالمنهاج فبطبيعه الحال هي تساهم بشكل كبير في غرس قيم المحافظه على البيئه في تحميل المسؤوليه للجميع للجميع والجميع المواطنين والتلاميذ يعني كمواطنين الغد وكمسؤولين الغد فبطبيعه الحال فمن هنا كيبدا بناء مسؤوليه المحافظه على البيئه تكريس الثقافه البيئيه لدى الناشئه من شانه المساهمه في الجهود الوطنيه للمحافظه على البيئه وحمايه المنظومات الايكولوجيه الوطنيه الى بوزنيق الان حيث انعقد المؤتمر الوطني الثالث للكشافه التطوعي وذلك تحت شعار افاق جديده لنموذج تنموي جديد المؤتمر تميز بمجموعه من الانشطه والفقرات امتدت لثلاثه ايام وعمل ايضا على التعريف بعمل المنظمه مع تجديد هياكلها وفروعها بمختلف انحاء المملكه رضا عماو وحمزه السائح على ايقاعات اناشيد وطنيه تمجد عمل الحركه الكشفيه افتتحت فعاليات المؤتمر الوطني الثالث لمنظمه الكشافه التطوعي لاستشراف افاق واعده تتماشى والنموذج التنموي الجديد والحفاظ على الغايه النبيله للحركه الكشفيه والتي تتمثل اساسا في تنميه الحاله الجسمانيه والعقلانيه لدى الاعضاء المنخرطين في المنظمه. بالنسبه لي اول لقاء كنحضر المؤتمر الثالث بالنسبه لي هو واحد البادره طيبه اننا كنفتحوا على جميع الفروع وكيشكلين واحد التعارف على جميع الجهات اللي معنا في المملكه وانه نقطه بدايه للانشطه المقبله ان شاء الله اللي غادي تقدمها منظمه الكشاف التطوعي بدورنا كمنظمه كشفيه اللي هي مجموعه من المشاتل ديال تكوين الشباب والاطفال بمجموع تدرجات ومجموع المسميات اللي كاينه عندنا في المنظمه كان نساهموا كجميع المنظمات والجمعيات ديال المجتمع المدني باش لبناء هذا النشأ باش ان شاء الله نكونوه باش يكون عنده القدره والفعاليه باش يساهم في بناء المجتمع المغربي المؤتمر يعد محطة لتدارس عدة نقاط مع مختلف فروع المنظمة المنتشرة عبر ربوع المملكة بهدف اتخاذ مبادرات عبارة عن جولات للمدارس بغية التعريف بأنشطة المنظمة الشكر الجزيل للأخوات القائدات والإخوة القادة اخترنا هذا الشعار لنكون نموذجا جديدا في في ست سنوات أو سبع سنوات القادمة حسب ما سيشرع به المنظمة. المؤتمر الحمد لله فروع جو من المدن كثيرة ثلاثة وخمسين فرع على الصعيد الوطني 11 جهة علاش باش نجي ونعطيه واحد الدماء جديدة ونعطيه واحد الرونق جديد للحركة الكشفية في المغرب على مدى ثلاثه ايام ستتواصل فعاليه المؤتمر الوطني الثالث لمنظمه الكشاف التطوعي وذلك بعقد اجتماعات وندوات اضافه الى لقاءات دراسيه مع مختلف الفروع بهدف وضع خارطه طريق لعمل المنظمه وفي الرياضة نتابع جانبا من مباريات الدوري الأسترالي لكرة القدم وتعادل كل من فريقي بيرت جلوري مع ويلينغتون وبريزبان مع ويسترن سيتي وذلك بنفس النتيجة هدف لمثله عبد الحق بيهات بملعب سونكوب مدينة بريزبان الأسترالية اكتفى الفريق المحلي نادي بريزبان بالتعادل هدف لمثله أمام فريق ويسترن سيدني الذي كان سبق للتسجيل بواسطة اللاعب أوليفر بوزانيك الطاقة الثامنة عشرة من اللقاء وبعد مجهود فردي متميز وقذف مركزاً من بعيد يتمكن اللاعب كارلو أرمينتو من تعديل الكفة لصالح فريق بيزبان في الدقة الثانية والستين لينفرد بذلك فريق ويسترن سيدني بالصف الثاني بفارق أربع نقاط عن المتزعم نادي ميلبور سيتي فيما فريق بريسبان ظل سادسا رفقة فريق ويلينغتون فوينيكس والذي عاد بالتعادل أمام فريق بيرت جلوري الذي كان سبق للتشهيل بواسطة اللاعب ديفيد ويليام في الدقة 22 من اللقاء فيما عاد للكفة لفريق ويلينغتون فوينيكس اللاعب البولوني أوسكار زوادا في الدقة 31 من اللقاء يبقى بذلك الفريق المحلي بيرت بلوري في الصف الاخير في انتظار اجراء باقي لقاءات الدور التاسعة من الدوري الاسترالي الدرجة الاولى في كرة القدم ونتابع الان الصور من الصين وتحديدا بمقاطعة جيلين حيث تنشط ممارسة صيد السمك تحت الجليد في تقليد سنوي مع بداية فصل الشتاء فمع انخفاض درجات الحراره الى 30 تحت الصفر وتجمد الانهار والبحيرات يلجا الصيادون الى وسائل تقليديه كالحفر باستخدام الدواب والحصول على كميات هائله من الاسماك عمليه معقده يحولها الصيادون الى نشاط اجتماعي ومتعه في فصل الشتاء كتمن تنهي وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه الى اصحاب الفضيله الساده القضاه ومندوبي الشؤون الاسلاميه بالمملكه ان مراقبه هلال شهر جماده الاخره ستكون مساء يومه السبت 29 جماده الاولى 1444 الموافق للرابع والعشرين من دجنبر 2022 راجيه منهم ان يخبروها بثبوت او عدم ثبوت رؤيه الهلال وذلك بواسطه ارقام الهاتف والفاكس الظاهره علي الشاشه نذكركم مشاهدينا الكرام بابرز مواد نشره الظهيره المديريه العامه للامن الوطني تقدم حصيلتها السنويه بعد عام من انطلاق العمل بالبرنامج المرحلي من الاستراتيجيه الامنيه 2022 2026 وضمن النشره تعرفنا على الخطوط العريضه لهذه الحصيله المعرض الدائم للمنتوجات المجاليه مشروع تم احداثه بدعم من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هدفه دعم التعاونيات المحليه والنهوض بانشطتها وتطوير مجال عملها وضمن النشره تعرفنا على خصوصيه هذا المشروع وابعاده الاقتصاديه والاجتماعيه والدورة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للنشر والكتاب بفاس تظاهرة ثقافية تحتفي بالكتاب والإبداع الثقافي وتشجع المهن المرتبطة بالكتاب والنشر والفعل القرائي. أشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا الكرام نعود ونلتقي غدا بإذن الله.